مساء الخير اعزائنا المشاهدين. هواي يسالوني على فيديو مباشر لاكسبيريا 10، هذا الاكسبيريا 10. هاي سرعته. هاي الذاكره مالته 64. تمام. منفذ شحن تايب سي. الكاميرا مالته عملاقه. اوكي. عندك اللمس ماله، المعالج ماله 865 او 630 لكن بداعه ما تلحق له على اللمس مالته. عندك دبل سيم كارت، هاي مثل ما تشوفون هاي دبل سيم كارت، راح اشرح لكم هسه عليه. هذا الفيديو مالته الكاميرا اليوتيوب، وهاي الكاميرا مالته ما شاء الله. تمام. شوفتكم دبل سيم كارت، مقابس الدبل سيم كارت هاي محتواها، تجي منها تسحب، هنا يقعد السيم كارت الاول وهنا يقعد الثاني. نزلنا السعر، لغينا الجملة حتى نبيع لكم اياه مفرد بسعر افضل، 185 الف والتوصيل 5000 دينار فقط.